دجاج بالفلفل الالوان او صوص الكريمي وفلفل الالوان. المهم علشان نعملها عايزين صدور فراخ. انا الحاجات اللي بيبقى فيها مكونات تانية زي الفلفل زي المشروم دول بياخدوا مكان في الاكلة فبتزيد، يعني بحس الاكلة بتبرك. فالمهم احنا هنحط معاها بس 2 صدور فراخ، وهنحط فلفل اخضر واحمر واصفر، وعايزين معلقة كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة زيت ومشروم طازة، بصلة، 1/2 كوباية لبن، 1 كوب كريمة، 1 معلقة دقيق، 1 مكعب مرق، وملح وفلفل. طيب هنحط دلوقتي هنا شوية الزبدة وشوية زيت في الطاسة ونبتدي نعمل الفراخ بتاعتنا. هناخد دلوقتي البصل اللي عندنا وهنحطه، وهنجيب الفراخ والفلفل على طول كده نحطهم. ممتاز السريع. هجيب دلوقتي الفلفل، هنحط الفلفل الالوان وهحط شوية ملح، مش هكتر لاني هحط مكعب مرق، شوية فلفل. هنحط دلوقتي المشروم المقطع عندنا شرايح، مكعب المرق عندنا هنا، خلينا نشيل دول من هنا، عندنا الدقيق وعندنا الكريمة. خلاص كده تقريبا بعد ما كل السوائل اللي عندنا نشفت، هاخد معلقة الدقيق اللي عندي وهحطها وهقلب لغاية ما احس انها اختفت خالص. هحط كمان مكعب المرق معاهم، هقلب لغاية ما الاقي الدقيق مش باين خالص، اختفى. دلوقتي بقى هضيف اللبن. انا هنا عندي 1/2 كوباية، مش 1/2 لبن و1 كوباية و1 كريمة، فانا هضيف 1 كوباية اللبن. عايزين تضيفوا 1/2، خلينا نضيف 1/2 الاول ونشوف، اذا عوزنا تاني بنزود من اللبن اللي عندنا. هيبتدي دلوقتي طبعا يتخن علشان خاطر الدقيق اللي احنا حاطينه. هنحط الكريمة، عندنا 1/2 كريمة، هستنى بس عليها لغاية ما تغلي. اهي ابتدت تغلي، شايفين؟ الفراخ اللي عندنا اللي استوت خلاص اهي، وهنحطها حوالين الرز. الرز شوية شقشق، فخليني بس اعمل كده اضغطه عشان يمسك نفسه شوية. يلا